بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته عبر هذه الانطلاقات المسائية لسن الجداع لأصحاب سمو الشيوخ والأشواط المفتوحة لجداع البكار والقعدان، ومع ثالث أشواط البكار ما بعد صلاة العصر، وهذه الانطلاقة السليمة بحفظ الله ورعايته. نتمنى من قلوبنا التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط. أرى شعارات عديدة لأصحاب السمو الشيوخ تدل على قوة المنافسة في هذا المهرجان وهذا التواجد المثير والممتع بالفعل. نأخذ صدارة هذا الشوط والتقدم من مزون في هذه اللحظات تنطلق بالمركز الأول، ولكن هناك تغيير من نجدة. نجدة تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن هيان العامري في الترمير، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات التي تنطلق في هذه اللحظات للمنافسة هي مزون تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني فهد بن سيف الخيارين في التضمير، بينما الدور عند المركز الثالث. لنرى في المركز الثالث صراع، وتعود ملكية صراع لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل هيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير، بينما النظرة والانطلاقة إلى المركز الرابع. لنرى مغيرة وهي تغيير في هذا المساء، تغيير في هذا الشوط بالأخص. مغيرة تعود ملكيتها لهدن الرئاسة، وفي التضمير عيسى بن سعيد الخيلي. نعم هذا هو مضمر الظبي في الأعوام المنصرمة، معروف كنعر على علم. ناخذ المركز الخامس، واللي على المركز الخامس في هذه اللحظات لقطة على المركز الخامس من مصورنا العزيز اللي بدأت في التقدم في هذه اللحظات. نرى من على بعد اللي هي الغزيل اللي في المركز الخامس، بالفعل هي الغزيل، تعود ملكية الغزيل للشيخ الغزيل، تعود ملكيتها لخليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك، هي اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، وبعد أن قطعنا الكيلومترين الأوليين ويتبقى أمامنا 4 كيلومترات مشاهدينا الأعزاء على سيارة هذا الشوط وناموس هذا الشوط. السيارة في الانتظار والناموس أيضا في الانتظار أيها الحفل الكريم. ونعود إلى مزون التي بدت في هذه اللحظات بالانطلاقة بالمركز الأول، ومنذ انطلاقتها وهي تنطلق بهذا المركز، مزون تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني فهد بن سيف الخيارين في التضمير. هذا هو الشعار المعروف لدينا جميعا، ولكن هناك المنافسة قوية على المركز الثاني، وأيضا بتقدم شيئا فشيئا تبحث مغيرة على الانطلاق بالمركز الأول، وهي تحل بالمركز الثاني في هذه اللحظات لهدن الرئاسة بالتضمير عيسى بن سعيد الخيالي على المركز الثاني، بينما النقلة والنظرة إلى المركز الثالث. أرى هنا في المركز الثالث شعار الهاتريك في هذه اللحظات في المركز الثالث. نعم نجدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن هيان العامري في التضمير، بينما النقلة والانتقال إلى المركز الرابع. لنرى أول نداء للشاهينية، تعود ملكية الشاهينية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن شيبة السبوسي في التضمير. الشاهينية تنطلق إلى المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع والتقدم من شقرة في هذه اللحظات تتقدم إلى المركز الرابع في هذه اللحظة. شقرة تعود ملكية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني ناصر بن مسفر الشهواني في التضمير. العودة إلى المركز الخامس وخامس المراكز، أرى هنا صراع، تعود ملكيتها لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير. هذه نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى بعد أن اقتربنا من 2500 متر الأخيرة. يا الله
والله يا مغيرة، مغيرة غارت، مغيرة غارت على المركز الأول بهذه اللحظات، ولديها الغيرة على الاحتفاظ بهذا المركز. ولكن هنا لا يزال أمامنا 2500 متر، الأحداث سوف تنكشف مع اللحظات الأخيرة، ولكن إلى الآن ومقيلة هي من تسيطر وهي من تغير بالفعل إلى هذا المركز المرموق. مغيرة تعود ملكيتها لهجن الرئاسة، عيسى بن سعيد الخيالي في التضمير على المركز الثاني، أرى الشاهينية تعود ملكيتها لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم في التضمير، محمد بن شيب السبوسي. الله يا شقرة، شقرة بدأت تتقدم بهذه اللحظات إلى المركز الثالث، شقرة تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وهناك في التضمير ناصر بن مسفر الشهواني ناخذ المركز الرابع. وعلى المركز الرابع، على المركز الرابع في هذه اللحظات ايضا لا تزال على المركز الرابع هنا نجده، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بالتضمير سالم بن هيان العامري. المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء، ارى اول دخول لهملوله، هملوله لهجن الرئاسه، وفي التضمير سعيد بن دري الفلاحي شاعر القمه يتواجد في هذا الشوط. الله، الخمس المراكز الاولى اكملناها على حضراتكم مع الاقتراب من ال 1500 متر الاخيره، ال 1500 متر الخطيره. لا تزال مغيره، لا تزال مغيره المركز الأول، تشن هذه القارة، هذه القارة التي من أجلها تريد أن تحقق الناموس. هذه مغيرة على المركز الأول، مغيرة لهجن الرئاسة، وفي التضمير، في التضمير عيسى بن سعيد الخيالي. ولكن هناك شقرة على المركز الثاني، شقرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، في التضمير ناصر بن مسفر الشهواني. وأرى التدخل بهذه اللحظات من صراع، تعود ملكيتها لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، سعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير على المركز الرابع، أرى عبلة، وعبلة تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. سالم بن باران المرية تواجد، وهناك من الجانب الأيمن أرى هناك على المركز الرابع التدخل من هملولة لهجن الرئاسة، سعيد بن دري الفلاحي في التضمير، وحذاري من هملولة. وهنا على المركز الخامس اللي تدخلت بكل سرعة وبكل قوة، مزون تعود إلى دائرة المنافسة، مزون لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وفي التضمير فهد بن سيف الخيارين كانت في المركز الأول تراجعت، وهي تعود إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. ولكن مغيرة ما سلمت، مغيرة لهجن الرئاسة، وفي التضمير عيسى بن سعيد الخيالي. ولكن مزون بدت بالهطولة إلى المركز الأول. هذه مزون تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، في التضمير فهد بن سيف الخيارين، مغيرة على المركز الثاني لهجن الرئاسة. ولكن هناك هملولة غيرت السلالة الهملولية، واللي حذرناكم عنها من كانت في المركز الخامس، هذه هملولة لهجن الرئاسة، في التضمير سعيد بن دري الفلاحي. يلا يا شاعر القمة، خلك في القمة يا شاعر القمة. ولكن هناك مغيرة وعيسى بن سعيد الخيالي. يا الله، دماء الشباب ودماء الكبار، عيسى ولا بن دري الملكية لهجن الرئاسة أيها الحفل الكريم، والتضمير عند عيسى بن سعيد الخيالي، وعند أيضا سعيد بن دري الفلاحي. يلا يا الفلاحي، أفلح يا الفلاحي. ولكن اللحظات الأخيرة بالفعل أفلحت هملولة وأفلح الفلاحي، تهانينا لهجن الرئاسة وللمضمر سعيد بن دري الفلاحي. المركز الثاني مغيرة لهجن الرئاسة، عيسى بن سعيد الخيالي في التضمير، المركز القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، المضمر فهد بن سيف الخيالين. المركز الرابع كانت عبلة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، سالم بن فران المري في التضمير، والمركز الخامس اللي هي صراع لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، سعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير. هذه الخمس المراكز الفائزة معنا في هذا الشوط أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، وهذه اللقطات الجميلة واللحظات الأخيرة والتنافس القوي ما بين هملولة وما بين مغيرة. هنا مغيرة كانت تتقدم، ولكن بالفعل تفلح هملولة ويفلح معها الفلاحي، فتهانينا والناموس لهجن الرئاسة على فوز هملولة بالمركز الأول والنقطة الرابعة في هذا المساء لسعيد بن دري الفلاحي. 9 دقائق 13 ثانية، 4 أجزاء من الثانية،
هو توقيتها لمسافة 6 كيلومترات، بينما جاءت بالمركز الثاني أمغيرة تهانينا والناموس أيضا لهني الرئاسة، والتهاني أيضا موصولة لعيسى بن سعيد الخيلي. قطعت مسافة 5 كيلومترات أمغيرة في فترة زمنية وقدرها 9 دقائق 13 ثانية 5 أجزاء من الثانية. اللي وصلت بالمركز الثالث كانت مزون، أيضا قدمت عرض تشكر عليه الله يقول حق. فتهانينا والناموس سعد شيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وأيضا التهاني موصولة للمضمر فهد بن سيف الخيارين. 9 دقائق 15 ثانية جزء واحد من الثانية هو توقيت هالي مسافة 6 كيلومترات. أما في هذه اللحظات فلا يسعني إلا أن أحيل الكلمة للزميل المتألق دائما وأبدا سعد بن مثل العتيبي، فليتفضل. شكرا للزميل خالد بن ناصر بن مقارح. إذا مشاهدينا الكرام نذكر بالفائزين والمتألقين في هذا اليوم، والبندقية الذهبية في شوط البكار تذهب ل